الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو غرفة تجارة بغداد حازم العلي إن ارتفاع الأسعار في العراق أصبح اليوم خطيرا جدا، وأن عدم التدخل الحكومي منح التجار فرصة للتلاعب بالأسواق. وأضاف العلي أن التجار يتذرعون بانخفاض سعر الدينار مقابل الدولار، وأن المواطن لا يجد بديلا عن الشراء مهما كانت الأسعار، مبينا أنها تكون فرصة لتحقيق المكاسب بالنسبة إليهم وللجهات المتحكمة في السوق، ما يجعل المواطن العراقي ضحية للسياسات الاقتصادية الفاشلة وجشع التجار. أعلنت هيئة استثمار محافظة النجف إلغاء وسحب 104 إجازات استثمارية لم تخصص لها أي أراض. وقال رئيس الهيئة ضرغام كيغو إن هناك الكثير من المشاريع لم ترى النور في المحافظة بسبب الروتين الإداري المعقد الذي يواجهه المستثمر في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مضيفا أن الهيئة وبحسب قانون الاستثمار يحق لها سحب الإجازة الاستثمارية أو إلغائها إذا حصل تلكؤ أو مخالفات بالتنفيذ. طالب مدير زراعة محافظة البصرة هادي حسين مديرية الموارد المائية وشبكات الري بزيادة الإطلاقات المائية لتغطية الموسم الزراعي الحالي وضمان تجاوز الإشكالات الناجمة عن هذه الأزمة. وأوضح حسين أن المساحات المزروعة في الموسم السابق بلغت 32 ألف دونم، بينها مساحات شاسعة شرقي البصرة، مشيرا إلى أن تلك المساحات تحتاج إلى جهد هندسي لإزالة المخلفات الحربية والألغام ليتسنى تهيئة الظروف الملائمة للزراعة فيها. حققت أسعار النفط مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي بسبب تخفيض إنتاج منظمة أوبك ليربح خام البصرة 51 سنتا أو ما يعادل 0.7% في أسبوع، وارتفع خام البصرة دولارا و50 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 2.9% ليصل إلى 73 دولارا و23 سنتا، وارتفع خام برنت بنسبة 2.6% ليصل إلى 72 دولارا و92 سنتا، وليسجل أرباحا بنسبة 0.43% في أسبوع. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنسبة 2.32% ليصل إلى 69 دولارا و72 سنتا للبرميل. سجل سعر صرف الليرة اللبنانية ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، ولامس سعر الدولار يوم الجمعة 15,000 ليرة هبوطا من 19,000 ليرة سجله يوم الخميس، مدفوعا بتوقعات بشأن تراجع حدة الضغوط النقدية والمالية التي تواجه لبنان الغارق منذ شهور طويلة في أزمات متشابكة. زاد تراجع الإنتاج الزراعي السوري عدد الجوع في البلاد مع تصاعد انعدام الأمن الغذائي بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفقراء لتتعدى وفق مراكز بحثية 90% من السكان. وأوضح خبراء أن وجه سوريا الزراعي تبدل بعد 10 سنوات من الحرب، حيث خرجت مساحات زراعية كبيرة عن الإنتاج ليزيد تفتت الأراضي بين الأطراف المسيطرة على الأرض، وتحولت سوريا من بلد مصدر للقمح والزيتون والقطن والخضروات والفواكه إلى مستورد لها، ويعاني سوقه من الندرة وارتفاع الأسعار. ختام الموجز، إلى اللقاء.